هنروح معاكم كمان مقطع آخر بيبين مدى أيضا عبقرية الرئيس الراحل أنور السادات في واحدة من أمهر خطط الدفاع والخداع الاستراتيجي، لا تقل في مهاراتها الحقيقة عن مهارة الحرب نفسها. استطاع الرئيس السادات والجيش المصري أنهم يفاجئوا الإسرائيليين مفاجأة مبهرة وقصيدة، زي ما قال الأعداء منهم موشيه ديان اللي قال أنه كانت الحرب بالنسبة لهم خدعة ومفاجأة وقاسية قسوة شديدة، رغم اختلاف طبعا التصريحات اللي برضو يمكن نعرضها على حضراتكم في مقاطع أخرى. في مقطع اللي احنا هنشوفه ده المؤتمر الصحفي عقد وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان أثناء الحرب وبعدها يمكن بساعات قليلة، وبيتكلم عن الحرب بعد اندلاعها وإزاي كانت قاسية عليهم. خلينا نتابع. نحن نمتعين عشاب بملخمة شيننا دماء لشتي الملخمات القدموت למלחמת ששת הימים ולמערכת קדש. המלחמה הזאת קשה, התנגשויות חריפות ומרירות, שריון ואוויר. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. עכשיו אנחנו בעיצומה של המלחמה, ואיננו יכולים, לתת את הביטוי הציבורי עכשיו לאבל הכבד. משה דיין, וזיר הדפע הישראלי, אתנה אחר באוקטובר.